عصابات تجوب شوارع العاصمة ليل نهار، باتت كنيتهم تعرف بسراق حقائب النساء. ينتشرون في معظم مناطق بغداد الراقية، يستقلون سيارات من نوع سايبا أو دراجات نارية لسهولة تنقلها والهروب. يتربصون خلسة لضحاياهم، مستغلين غفلتهم، وعادة ما تحصل في أماكن بعيدة عن أنظار القوات الأمنية. لاحظ انه يعني يتابعون المراه او العائله تطلع مثلا تشتري ذهب او تشتري فد شيء او من الصيرفات، ايضا هم يحاولون سرقه. يفوت مطار سريع خطف، يا اما يبوق الجنطه، يا اما يبوق الموبايل، يا اما يعني مثلا علاقه مثلا يجرها يشوف، مره توقع تضطر مره توقع. طلعنا انا وزميلتي من الشغل هنا بهذا الفرع، عاده انا ابوق سيارتي انا هنا، فاذا نتمشى انا وياها هنا بالشارع واجتي سايبه سريعه كلش وجرت الجنطه من ايديها وانهزمت. بلغنا الشرطة، لحقنا وافترينا بالفروع وما لقينا. شوارع بها ناس أمشي بها أنا، يعني من مكان واحد فارغ ما أقدر أمشي به وحدي. المكان الذي يقع خلفي هو في منطقة المنصور، سجل خلال أسبوع واحد 5 عمليات سرقة متشابهة. مناطق زيونة والمنصور وشارع فلسطين هي الأكثر تسجيلاً. تقول نجدة بغداد وعلى لسان قائدها إن مثل هكذا حوادث تتكرر من 3 مرات إلى 4 في الأسبوع الواحد، واستطاعت مفارزها القبض على 4 عصابات أثناء تنفيذهم سرقات الحقائب النسائية وجلها في أحياء الرصافة. كل أسبوع إلى حالتين إلى 3 حتى 4 ومشخصة موجودة ومسيطر عليها، ويستغلون سيارات السايبة وكذلك الدراجات النارية حتى يكون مراوغتهم داخل الأفرع السكنية والأرصفة. احنا من خلال قناتكم الموقرة نهيب خواتنا وبناتنا انه دائما الانتباه مطلوب. وتؤكد مصادر قضائية ان محاكم بغداد تشهد زيادة ملحوظة في تسجيل قضايا سرقة الحقائب النسائية، وبعد التحقيق يتبين ان اغلب الجناة هم من الأحداث ولا ينتمون إلى عصابات منظمة، بل إلى أفراد يجمعهم الاتفاق. وتكثف القوات الأمنية في بغداد من إجراءاتها من خلال نشر الدوريات الراجلة وزرع عناصر أمنية في الأسواق والطرق الفرعية للحد من هذه الظاهرة. للشرقي يوسف عبد الوهاب، بغداد.